السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، احنا معانا تشابتر 7. طبعا انتوا عارفين كويس ان تشابتر 6 انتهى نهاية مش حلوة، انتهى بمقابلة راسندل ليوهان. وطبعا يوهان ادانا خبر صاعق ان مايكل عنده خطتين، الخطتين نهايتهم واحدة، ان الملك هيقتل قبل ما حد يوصل له، سواء القلعة تم الهجوم عليها سرا او علانية. في الحالتين هيتم قتل الملك والقاء جثته من الماسورة اللي متركبة في غرفته قبل ما حد يوصل للملك او يقدم له المساعدة. طبعا بعد ما مشي يوهان سابتا شعر بالاحباط وقال لي راسندل شكلك يا راسندل ما قاعد معانا ومكمل السنة الجاية. راسندل طبعا خاف، قال لك اللعبة كده هتبقى خطيرة، وخصوصا ان مايكل في الحالتين هيهرب من العقاب. ما فيش قدامنا غير ان واحد من رجالة مايكل يخونه او تحصل معجزة. وانتهى الفصل على كده. تعالوا نشوف بقى تاني يوم لمقابلتهم ليوهان ايه اللي هيحصل. بيقول عنوان المقطع اللي جاي unpleasant local news، اخبار محلية غير سارة. انتوا عارفين ان لما الدنيا بتطبل بتطبل مرة واحدة. The next day، في اليوم التالي، 3 pieces of news، تلات اخبار arrived at the Tarnheim country house، وصلت لقصر تارنهايم. Where we were staying، حيث كنا نقيم. The first، الخبر الاول، was that، شو بقى تعرفين الشعب الحلو اللزوز اللي بيحط مناخيره في كل حاجة. In the people of Strelso heard I was badly injured، سمعوا طبعا بإصابة الملك. ألا وعرفوا بقى ان روبرت واحد من رجالة مايكل ولا ضربك في كتفك ومعلم عليك؟ لا، عرفوا انه while I was hunting، يبقى وصل للناس عشان هما الناس اساسا ما يعرفوش انه رايح ينقذ صديق ولا الكلام ده. الناس في الهلاهوب، الناس بتاكل مية البطيخ يعني، فبتشربها. فبيقول while I was hunting، وانا بصطاد في الغابة طبعا حصلت لي اصابة. and they were worried، وكانوا قلقانين. الملك بتاعنا الحلو احنا لسه بادئين نحبه، هيتاخد مننا الواد يعني. secondly، الخبر التاني، the duke also thought I was badly injured، ان الامير مايكل كمان وصلوا نفس الخبر، ان الاصابة بتاعتي خطيرة. although he understood، لكن مايكل عارف better how I had got my injury، ازاي انا اصبت، لانه طبعا روبرت قال له. تمام. I hear this from Johan. Johan بقى دلوقتي طالما راجع بقى تاني يوم وقال لهم على الخبر، I now trust، بقيت بثق فيه، لانه كانوا فاكرينه هيروح مش هيرجع تاني. And had allowed، طبعا I had allowed him to go back to Zinda. Thirdly بقى، البت بقى المفلوتة بقى اللي محدش قادر عليها بقى. Thirdly، the marshal told me that Princess Flavia، اسم الله عليها، had ordered him to take her to see me. قلت له وديني 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 دلوقتي حالا، انا عايزه اروح اشوف قرة عيني، اما جروح وعايزه ابص عليه. تمام. فطبعا انتوا عارفين فلافيا لو رجعت او جت تزور الملك هتسمع طراطيش كلام كده وكده، والبت عندها قوه ملاحظه خطيره. فطبعا راسندل مقلق من الحته دي. طبعا فلافيا's اوفر جوي، فرحه بقى، ان when the princess arrived at Tarnheim she was relieved، اسم الله عليها قلبها اطمن، ارتاحت. طب ارتحتي ليه يا كتكوته؟ قالك to see that my injury wasn't serious، يعني خلاص يا فلافيا بقى روحي يما، اصابتي انا عندي واو ظننه في كتفي كده جنب كتفي، اروحي. however Johan told us shortly afterwards، قال لنا بعد فتره صغيره، that the king was looking weak. اشوف بقى، يبقى الخبر التاني، يبقى الدنيا بتضيق مره واحده. فلافيا توصل، يروح يوهان جايب لهم بعدها بيوم ان الملك looking weak and ill. الحقوا يا جماعه الملك حالته بتتدهور، الحقوا يا جماعه اللي عايز يساعد الملك يلحق يساعده. and we realized that we had to do something quickly، احنا لازم نتحرك. we couldn't wait any longer or he would surely die. يعني انا دلوقتي راسم الدنيا بتضغط عليه. دلوقتي فلافيا جت قعدت معاه، تمام، دلوقتي حصلت مشكله كبيره ان الملك حالته بتتدهور، يبقى لازم ننقذه والا انا هفضل لابس في الحيط العمر كله. فبيقول it was perhaps the strangest thing، انتوا عارفين المقطع ده هو فعلا اللي يتصنف ان هو اغرب حاجه، ان في يوم ما في سنه ما في وقت ما، ان the strangest thing، اغرب شيء، in the history of any country، في تاريخ اي دوله. ايه بقى اغرب حاجه ممكن تحصل في تاريخ اي دوله؟ ان the king's brother، اخو الملك، وأ pretend king، ملك مزيف، near a quiet country town، في مدينة لا بيها ولا عليها، مدينة في مية البطيخ، during the time of peace،
في وقت السلام. اكت اوت اور دي لازم تنحفظ. نشب بينهم حرب for the life of the sick king، لانقاذ حياه ملك مريض، ويبقى الدنيا خربانه كده وهو ده الغريب. was just a few people knowing about it، وان عدد بسيط يتعدى على الصوبة ليعرف بكل ده، ان يبقى في عركه بين اخو ملك، وان يبقى في ملك مزيف بيتعاركوا على انقاذ حياه ملك مريض، والبلد لا فيها نزاع سياسي ولا فيها مناوشات ولا فيها اي حاجه ان انت ممكن تستخبى وراها، وتبقى الدنيا ليله كده، ويبقى a few people know about it، ما يعرفش بالموضوع غير a few people، لو يتعدوا على الصوابع السته بتوع مايكل وسبت وفريدز من عند راسندل، فاهمين ازاي؟ فطبعا شيء غريب. ساعتها بقى ايه اللي حصل؟ راسندل قالك لا احنا لازم نتحرك بسرعه. That night after المحروسه برنسس فلافيا هات جان تو بيد، بعد ما راحت اتخمدت بقى تنام، ده قاعده وجايبه هدوم وجايبه شنط، وانا جايه ابص على الواوا واروح، انا هقعد لما الواوا تصحى، تمام؟ ف that night after princess Flavia had gone to bed I changed my clothes، غيرت هدومي، and went outside to join set friends with seven men، معانا سبع رجال، يعني هما كده تسعه، سبعه وسبت وفريدز تسعه وراسند للعشر بتاعه، تمام كده؟ we all ليكوا معايا had weapons، خدنا أسلحة، and we rode our horses، وركبنا الحصانة. إن الليلة بقى كانت عاملة زي كده، دخل علينا الشتاء يا ولاد، راسند قعدته طولت. انتوا فاكرين لما كان جاي زندة كان قاعد بيستخبى في الشجر والظل والكلام ده، كان لسه صيف، دخل شتاء، يعني انت دلوقتي بتتكلم على قعدة طولت. فطبعا we had weapons، we rode our horses into a wet windy night، ليلة عاصفة فيها رياح، ووت مبللة فيها مطر خفيف كده. طبعا لو احنا بصينا هنا بيقول taking a quiet back road، ما خدناش الطريق الرئيسي، خدنا طريق خلفي وهادئ toward the castle of Zinda. طب انتوا رايحين تعملوا ايه؟ هنشوف، رايحين استكشاف يا جماعه، يعني هم رايحين exploration، يتاكدوا ان البيانات اللي قالها لهم يوهان صح، اللي هيكون الولا يعني بيكون مثلا بيستخف بيهم، اديله معلومات غلط، رايحين يتاكدوا. It took us about an hour، حوالي خدنا ساعه، تمام كده؟ an hour to get there، ان احنا نوصل هناك. A few hundred meters، طبعا هم ما راحوش بقى وقفوا جنب القلعه، لا، على بعد مئات الامتار from the castle. We asked the seven men، طلبوا من السبع رجاله to wait، يستنوا with the horses، ومعاهم الحصانه، طبعا الحصانه بتعمل صوت. While we continued، we بقى دي اللي هم مين بقى كده الثلاثه اللي فاضلين؟ سابت وفريدز وراسند. We continued on foot، استمرنا على الاقدام، طبعا up the hill، على التلة to the moat، حتى الخندق around the castle. طبعا here سبت، طبعا انتوا عارفين سبت ايه دوره، ان هو يسقف بس اللي حواليه، يعني هو ما بيعملش حاجه. طبعا سبت tied a rope، ربط حبل to a tree، راح ربط حبل في الشجره كده، تمام كده. and I took off my boots، ورحت خلعت البوت بتاعي using the rope، استخدمت الحبل to climb down in the water. يا لهوي في الساقعه، لا يعني هو قال لك اطمن ايها القارئ، البطل بتاع القصة مش هينزل في التلج كده وسبته واقف يتفرج عليه، لا. although تناقض، على الرغم من the night was windy and wet، رغم ان الدنيا كانت هوا وكان في مطر، لكن ايه؟ شو بقى هنا، it had been a warm and sunny day and the water wasn't cold، إيه؟ النهار كان دفى، كان مشمس، وتعرفين ان المية بتحتفظ بدرجة الحرارة، فبالتالي المية ما كانتش باردة. I swam without difficulty، قمت من غير صعوبة around the castle walls. يبقى هو كده يا أولاد he was exploring، كان بيستكشف، بيشوف الكلام اللي اتقال له صح ولا غلط. طبعا هو لما لف حول القلعة، قلعة قديمة فالجدران بتاعتها مش سميكة، فبيقول I could hear voices، كنت سامع أصوات inside the castle، داخل القلعة، but it was dark، الدنيا كانت ضلمة. that I didn't think anyone could see me، ما اعتقدش ان حد هيعرف يشوفني، يعني مفيش قمرايا بقى ولا في حاجه، لا محدش هيشوفني، تمام. I remembered what Johan had told me، افتكرت اللي قاله مين؟ يوهان. وطبعا ساعتها عايز يتاكد ان كلام يوهان صح، فبيقول and I thought I must be، على حسب الوصف بقى اللي قاله يوهان، I must now be near to the window، اكيد انا بقى بناء على الوصف اللي وصلني انا دلوقتي قريب من شباك the king's room، اللي هي غرفة الملك.
when I saw the giant pipe لما شفت الماسورة الضخمة اللي هو ركبها أخو يوهان اللي هو ماكس هولف that led from the window اللي نزل من الشباك to the moat طبعا ساعتها بيقول and I was about to go nearer كنت بقرب من الماسورة when I heard the noise سمعت إيه سمعت ضوضاء يا ترى الضوضاء دي هتكون إيه بقى بيقول طبعا I now saw there was a boat لقيت في مركب يعني الضوضاء دي زي صوت كده حاجة بتهبط في الحيطة يعني حاجة المركب بقى ايه مايكل مش عايز يسيب حاجة للصدفة حاطط مركب عند الماسورة بحيث ان محدش يعرف لا يدخل من بره ولا يهرب من جوه القلعة والمركب فيها حارس وبسبب الرياح الموج بتاع المية عمالة يخبط المركب في الحيطة بتاعت الايه عمالة تخبط المركب في الحيطة بتاعت القلعة فبيقول I now so there was a boat ان في مركب next to the pipe جوار الماسورة and in the boat وفي المركب was a guard يعني ايه بقى guard حارس تمام يطلع مين بقى الحارس طبعا a guard carrying a large gun انتوا عارفين ان راسند بيحب ال... يعني استاذ راسند الفشخرة يعني a large gun يعني مش اي gun بقى ده شايل بازوكا وقعد بيها في المركب عشان يصعب المهمة ويبقى الواد بقى جامد زحليقة فاهميني I went up اقتربت to the boat as quietly as I could بهدوء بقدر المستطاع then I saw that the guard was Max Wolf ان الحارس هيطلع مين يا ولاد Max Wolf اللي هو مين يا ولاد the brother to Johan اللي هو مين يا ولاد اللي كان مع مايكل عند مفترق الطرق هو اللي شار عليه نروح القلعة مش الهانتنج لودج وهم راجعين من العاصمة المهم He was breathing slowly and deeply. كان بيتنفس بهدوء وبعمق. طبعا ده معناته بقى which means that I saw he was asleep. طبعا يبقى الراجل كده ايه نايم. اللي هو النفس داخل النفس طالع بالراحة كده بينهج بالراحة كده يبقى ده نايم. I swam slowly and silently. وعمت طبعا بهدوء. وببطء up to him اقتربت منه and. شو بقى الحتة دي. Though على الرغم من I hated to do it. رغم اني كرهت. اللي انا هعمله لكن مبرري بقى اللي هو justified بقى برر justified يعني ايه يا اولاد برر هو برر دلوقتي اللي عمله قال ايه بقى طبعا it was this was war اللي احنا فيه ده حرب وبناء عليه I stabbed him to this طعنته فاحنا خدنا طبعا الفعل يطعن في الفصل اللي فات طعنته حتى الموت تمام ناو طبعا خلاص بقى قتلوا راح رميه في قعر المركب ناو I had time to look carefully at the pipe خلاص بقت فاضي مفيش حاجة تخوفني ان انا افحص الماسورة بحرص I soon realized that ايه بقى مواصفاتها ان the bottom of the pipe قاع الماسورة wasn't fast into to the wall يعني هو دلوقتي اخر طبعا bottom هنا معناها اخر او طرف طرف الماسورة ما كانش مثبت في الجدول الماسورة متثبتة من عند الشباك بس لكن ممكن تلخلخها كده من ايه من تحت تمام and I could see light ولما لخلختها شويه كده شفت ضوء coming from its far end يعني لما لخلخها المكان الاقي ان في ضوء طالع من الجهه المقابله للماسوره I tried to push it حاولت ازقها and although على الرغم من the pipe الماسوره was لازم يديك صعوبه يعني الواد ما عملش حاجه بسهوله was heavy الماسوره كانت تقيله it moved just a little اتحركت قليلا يعني انت عارف اتلخلخت كده بقى في مثلا الاطار بتاع الماسوره ساب من بعض وساب الجدار شويه then I hear the voices اللي خلاه يوقف بقى اللي بيعملوا سمع اصوات one was the king صوت منهم كان الملك and the other was the man with an English accent رجل له لكنه بريطانيه it was mean يا ولاد ديتشارد تمام طبعا هي the king's agony agony اللي هي المعاناه تعالوا بقى شوفوا ديتشارد بيعاملوا ازاي ديتشارد مش بيعامل الملك باحترام او كملك او عاطيله وضعه او انه اخو الراجل اللي مشغله حتى لا بيقول له time for your sleep وقت نومك جه يعني معنى كده ان هو he treats يعامله he treats him as a prisoner فعلا يعني as a prisoner بيعامله كايه يا اولاد كسجين تمام فبيقول له ايه بقى شفتوا بقى الدليل على ان خلاص فاض بيه قال why doesn't my brother kill me now هو اخويا ما قتلنيش ليه وخلصني said the king in a weak voice بصوت ضعيف وصوت ضعيف معناته فعلا ان الكلام اللي قاله يوهان ان الملك فعلا حالته صعبه فيرد يقول له ايه بقى بعد الشر عنك يا ملك لا قال له that duke doesn't want you to die
الامير مش عايزك تموت not yet anyway، مش وقته يعني، انت دورك جاي على رأي اللي بيقول، بس مش وقته. فالمهم بيقول sleep well نوما هنيئا said Richard. Then the light disappeared، الضوء اختفى. And I could hear a door being locked، وسمعت الباب بيتقفل عليه بالمفتاح. Now all I could hear was the king، شو بقى لما الباب انقفل سمع الملك quietly crying، يبكي بهدوء. طبعا ده دليل على ان هو he lost hope، هو كده فاقد الامل. شكل الماسورة زي ما انتم شايفين اهوت، ده قاع الماسورة تمام، ودي الحتة اللي متثبتة في الشباك. طبعا راسندل بعد ما قتل ماكس دولف ورمى جتته في المركب، قعد في الماء طبعا، وقف جنب المركب في المية كده، وقعد يلخلخ في الماسورة. لما اطراف الماسورة اتلخلخت من هنا وخلى، وراح موقف اللي بيعمله لما سمع صوت الملك وتيتشر. تعالوا بنكمل المهم اللي بعد كده، بيقول disposing of طبعا التخلص من ماكس كوربس اللي هي جثة ماكس هولف. هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا لو سبت جثة ماكس هولف في المركب زي ما هي كده، مايكل هيعرف ان في ناس جت استكشفت المنطقة، ممكن بقى يغير الخطة اللي وصلها له مين؟ يوهان. فهو هيعمل ايه؟ هياخد مع الجثة بحيث لما يبقى ماكس disappeared اختفى، غير لما ماكس يتقتل. يعني انا لما الاقي ماكس مختفي ممكن اقول انه هرب، ممكن اقول اي حاجة، لكن لما الاقيه مقتول كده انا هعرف ان في ناس جت استكشفت المكان. المهم التفكير طبعا ايه راسندل، لكن للأسف مفيش حاجة حلوة بتكمل. I realized nothing more could be done that night، خلاص عرفت ان مفيش حاجة ينفع اعملها الليلة دي. So I climbed in the boat، دخلت جوه المركب، تسلقت المركب. with Max dead at the bottom، ماكس مرمي في أرضية المركب، في قاع المركب. and I rowed back، row يعني يجدف طبعا، يجدف بالمركب. to the rope، إلى الحبل اللي هو طبعا عند طرف الشجرة. طبعا هيجي واحد يقول لي يا سلام ومحدش سامع من جوه اللي بيحصل، لأ طبعا. the wind was blowing hard، الرياح كانت تهب بصوت عالي، في هوا بره، فأي خبط، هم عارفين إن في مركب في المية متخبط في الحيطة، فروع الشجر، ورق الشجر، الهواء، الرياح، فهم مش شاكين في حاجة. فبيقول the wind was blowing hard now so I didn't worry، لم أقلق، that anyone would hear the boat، ما كنتش قلقان إن في حد ممكن يسمع صوت المركب. when I arrived next to the rope، لما وصل عند الحبل، I tied it، ربطت الحبل round Max's body، حوالين جثة Max، and asked Sabti to pull it up، وطلبت من سبت إن هو يشد الإيه؟ الحبل بالجثة طبعا. then I climbed back to my friends، تسلقت صاعدا الى اصدقائي. سبت whistled، شو بقى سبت ده بيسموه راجل الخوازيق في القصه، يعني هو بيعمل بلاوي من غير ما يفكر. انت دلوقتي واحد جاي تسلل، معاك جثه واحد من رجاله مايكل، خلصت المهمه، عايزين تمشي ال 100 متر اللي بين القلعه ورجالتك دول في صمت، يروح يعمل ايه؟ شايل الجثه بقى، يروح مصفر، قال للرجاله يجوا بالحصانه. يعني سبت whistled، whistled دي يعني ايه يا ولاد؟ صفر تمام. for our seven men to come and get us with their horses، وعينك ما تشوف الا النور. الصفاره اتسمعت من كده، الرجاله ظهرت بالحصانه، ضرب النار اشتغل، وسبت وفريدز وراسندل واقفين في نص الايه؟ المعمعه، ناس بتضرب من اليمين وناس بتضرب من الشمال، ودول واقفين معاهم ايه؟ في النص. but طبعا if they got nearer، عندما اقتربوا، we heard several shots، سمعنا طلقات ناريه. and طبعا loud cries، اللي يقول لك رجلي، مناخيري، راسي، فاهمين ازاي؟ في صرخات طبعا عاليه. and then a voice call out، وراح طالع صوت من وسط طبعا الحرب اللي قامت دي، قال له they have got me Robert، مسكوني يا روبرت، there are seven of them، خلي بالك دول سبعه، save yourself. طبعا اللي قال المقوله دي one of the six men، ليه بقى؟ لانه كان عاوز warning، يحذر روبرت تمام كده. يعني واحد من رجاله مايكل السته طلعوا على الصفاره، اشتبكوا مع رجاله راسندل، اتمسك واحد طبعا، اتمسك وسط الرجاله، راح محذر روبرت. طبعا ساعتها ايه اللي حصل بقى؟ we were running towards our men، طلعنا نجري، رحنا عند الرجاله بتوعنا. وين ا هورس، طبعا هو بيجري طبعا، انتوا متخيلين الدنيا ضلمه وشتاء ورياح ومحدش شايف حد، وما كانش فيه بقى نور زي دلوقتي، وكان الدنيا كحل طبعا، غابه. فهو بيجري بيجري بيجري، بيبص لا قدامه حصان طالع من حيث لا يدري. arrived طبعا with Robert Henzo on it، بيبص لقى ان روبرت هينزو راكب على الحصان. it was so dark، كان الدنيا ضلمه ذات لدرجه ان he didn't see us، ما شافناش. قال لك حلو، تربص له بقى
واقتله بقى خلاص، ما احنا دلوقتي جماعه وانت واحد بقى ايه عود في حزمه هنعرف نجيبك. فبيقول سو اي توك ا لارج ستيك، والنبي تصوتوا يا جماعه، راح واخد عصايه تخينه عصايه والمسدس يا حليوه اللي معاك. المهم الارج ستيك اند ران فورورد، وجريت كده اهو توردز ذا هورسز هيد، ورحت متشطر على راس الحصان، دب على راس الحصان. الحصان طبعا وقع واغمى عليه، يعني هو اتربص كده ورا شجره، يقرب 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 روبرت بالحصان، راح ده جاي على راس الحصان ودرب. تمام ناو شورلي وي هاد هيم، المفروض يعني احنا خلاص مسكنا روبرت. بط ايه اللي هنعرفه عن روبرت ايه بقى؟ الفصل اللي فات عرفنا عن روبرت ان هو كانينج. كانينج يعني ايه يا اولاد؟ ماكر. ان هو خدع راسن دلوقتي متصافح ونبدا صفحه جديده، وراح طعنه في كتفه. الصفه الجديده اللي هو ايه؟ هي وسط كويك، الواد سريع قاعد يرقص السيف يمين ويرقص السيف شمال ويعمل كده ويغز راسن من يمين. هي ويفد اهو لوح بسورد السيف، هي ويفد اسورد لوح بسيف ات مين اند كات ماي ستيك ان هاف، وقال لي عصايه تابع عصايه انت، راح قطع له العصايه نصين. اي ستيبد باك، اخدت خطوه للخلف. اند بيفور وي نو ات، وقبل ما نعرف ايه اللي بيحصل، هي هاد ديسابير انتو ذا نايت. هو طبعا بيشتغل على رد الفعل، اول ما قطع لراسندل العصايه نص راسندل، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ فايه اللي بيحصل دي؟ كان الواد اختفى فيه. اي ليتر فاوند اوت طبعا خساره بقى. الخساره اللي حصلت نتيجه الليله دي، مايكل خسر مين؟ راسندل خسر مين؟ اي ليتر فاوند اوت ذات لوين جرام الراجل المرهم اند كرافشتاين والراجل اللي هو دوا الكحه وير بوث كيلد. كده احنا عندنا من الثلاثة بتوع روريتانيا ما عادش فاضل غير روبرت. روبرت هرب، والوينجرام وكرافشتاين دول الاثنين اللي من روريتانيا كانوا اصحاب روبرت كده اتقتلوا في القتال ده. وطبعا ماكس وولف، بس ماكس وولف مش من الست رجال. يعني لو قال لك هاو ميني اوف مايكل ذا سكس مان، كم واحد من رجالة مايكل الستة اللي قتلوا؟ اثنين في العركة اللي كانت عند الايه القلعة. لكن كم عدد رجال مايكل توتال؟ توتال كله المجموع كله ثلاثة، ماكس وولف وينجرام كرافشتاين. طيب وير بوث كيل، طب حلو. طب كم واحد من رجاله مايكل؟ although the fight had cost us، احنا كمان خسرنا 3 of our own men، يعني تعادل 3 3 تمام. we went home روحنا with heavy hearts بقلوب مثقله بالحزن for our friends. طبعا سبب الهيفي هارتس اول حاجه our friends زعلانين على اصحابنا، رقم 2 worried about the health of the king قلقانين على صحه الملك، رقم 3 angry that روبرت هاد اسكيب قلقانين ان روبرت، او زعلانين وغضبانين ان روبرت هرب. هنتقابل مع بعض ان شاء الله بارت 2، خليكم معانا.